إذا كان الله منذ أن خلقنا قدر لنا أن نكون سعداء وأشقياء، لماذا نحاسب على أعمالنا؟ ده خشية في القدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. طيب أنت لما جيت تكتب الورقة دي ليه كتبتها؟ كتبتها باختيارك ولا في زول أجبرك؟ ها؟ طيب أنت ربنا وقت كاتب ليك الغنى ولا الفقر، ليه بتقرأ جامعة؟ ما تقعد في البيت؟ شوف الناس في الدنيا دي بنجضوها، ما بقول لك الغدر، في الدنيا الناس نجاط، لكن لما يجي أمر الدين يقول لك أها هسي نحن ربنا وقت كتبنا سعداء وأشقياء، لماذا نحاسب على أعمالنا؟ ها؟ أنت بتحاسب على أعمالك لأنك مكلف، لأنك مكلف، لكن ربنا ما أجبرك تعمل عمل معين، ربنا ترك لك شنو؟ الاختيار. الآن أنت خشيت الجامعة، تلقى لي خش الجامعة منو؟ ما تخش الجامعة، رزقك ما بجيك. أنت ليه بتفطر ذاته وبتاكل؟ ليه بتاكل وتشرب؟ ما هو ربنا لو كاتب لك الحياة شنو؟ بتحيا، ولو ما كاتب لك الحياة بتموت. كلام واضح. وأنت ليه ذاته بتستحمل؟ وأصلا كاتب لك الله المرض بتمرض، ولو ما كاتب لك المرض ما بتمرض. ولو الله كاتب لك ريحة سمحة أصلا بتجيك، ولو ما كاتب لك ريحة سمحة أصلا ما بتجيك. ما هو لو المنطق كده ده ما منطق أصلا. فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فربنا سبحانه وتعالى أداك إرادة وبين لك. ربنا قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الهداية هنا هداية البيان. ربنا وراك أعمل كده. أسي يا أخواننا في الامتحان الناس دي كلها ما عارفة، يقول لك لو قريت بتنجح، لو ما قريت ما بتنجح. ما بيسألوا في الموضوع ده ليه؟ الحياة دي امتحان. انت لو عملت صالح واتقيت ربنا، ربنا بدخلك الجنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في الدنيا إذا عملت بالأعمال الصالحة وبعدت عن المحارم وأتيت بالفرائض والطاعات، ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنة. عرفتها؟ منو قال لك ذاته أنت الآن؟ السؤال ده سؤال زول. أول حاجة خدت نفسه في النار، دي أول حاجة والله جد. ودي أخواننا الناس بترجموها بعبارة، يقول لك نارا مضمونة ولا جنة مجهجها. ها؟ يقول لك يا زول هوي والله نحن ذيل، والله نحن ذيل، يقول لك بنلحق أبو جهل، بنلحق أبو جهل. ده سوء ظن بالله. ربنا سبحانه وتعالى هيا عليك الأسباب، واجعل لك أسباب وتدعو ربنا سبحانه وتعالى، ربنا في النهاية يوفقك. فالإنسان ما بيجوز له الاستدلال بالقدر في مثل هذه المعاصي والأمور. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.